في مباراة واخدة طابع كوميدي أكتر من الطابع الجدي، الزمالك بيكسب طنطا 3-1 وبيقترب تماما إن هو يخلص المركز الثاني عن جدارة واستحقاق، علشان خاطر نفوق شوية الموضوع إن الزمالك محتاج مدرب ضروري النهاردة قبل بكرة قبل مباراة الجونة، علشان خاطر لعيبة الزمالك محتاجة مدرب تخاف منه على الخط، ودي نقطة محتاجين نتكلم فيها وقت طويل، عشان خاطر النقطه دي من ايام باتريس كالترون والفرقه برضو لسه بتعاني من نفس الازمات بتاعه ان انا جبت الهدف الاول يلا اجيب الهدف الثاني، لا الايقاع بتاعي يقع شويه، لا العب براحتي، لا الاقي في كعوب ولا الاقي في مهارات بتحصل، وفجاه الاقي يا جماعه الفرقه المنافسه رجعت معايا في الجيم، ما كنت اخلص بالثاني والثالث، الموضوع بيبقى سهل وبسيط تماما، لا احنا هنهدى، كل واحد بقى يطلع ميسي اللي جواه وكل واحد يطلع رونالدو اللي جواه ونفضل نلعب الكره اللي احنا بنحبها. طب يا جماعه بالراحه، طيب طب بالنسبه للراجل واقف على الخط، لا الراجل واقف على الخط، طيب سواء كابتن مطر يحيى او سواء باتريس كالترون الاثنين كانوا بيسمحوا لك انك تعمل الكلام ده، اتمنى ان انا الاقي مدرب قوي الشخصيه لعيبه الزمالك تخاف منه وهي كسبانه وتخاف منه في اخر 10 دقائق، عشان اللي بيحصل مع الزمالك في اخر 10 دقائق بقى له فتره طويله جدا الموضوع صعب تماما، لانك فجاه بتلاقي تركيز ضاع، فجاه بتلاقي لعيبه بقى عندها مبالاه جوه الملعب، فجاه بتلاقي الزمالك بيلبس الهدف الاول وممكن يلبس الثاني عادي، وممكن تتعادل في مباريات وتخسر في مباريات في اخر 10 دقايق علشان خاطر اللعيبه التركيز بتاعها بيضيع، حتى لما النفس بتاعك بيروح ما بتبقاش عارف ان انت تركز كويس، علشان خاطر المدرب اللي واقف على الخط ما بيديكش اي تعليمات ولا بيفوقك ولا بتحصل اي حاجه بتجيلك من بره، فبتفضل برده بنفس الايقاع ونفس الهدوء بتاعك لحد بتلاقي ان انت طلعت متعادل او طلعت خسران في مباريات ممكن تكون سهله تماما. يعني لو قعدت تتكلم على مباراه طنطا النهارده بجديه هتلاقي ان انت بتقفر، علشان خاطر فريق طنطا يعني ممكن تقدر تقول عليه ان هو الفريق الاسوأ في الدوري عن جدارة، اسوأ خط دفاع، اسوأ خط هجوم، الدنيا بالنسبه لهم طالعه تماما، الحاجه الوحيده اللي كانت مضيئه كابتن رضا عبد العال، يعني كابتن رضا عبد العال بصراحه ربنا الراجل ده ابداع بصراحه، يعني في ناس عندها كاريزما كده انك ممكن تشوف تصرفاتها تضحك، كابتن رضا عبد العال من الناس دي، سواء بالترحيب بتاعه وهو رايح للناس للمدرجات بتاع جمهور الزمالك، او سواء كمان ان هو اول مدير فني في العالم يعمل مؤتمر صحفي قبل المباراه بخمس دقائق، فالراجل بصراحه عمل كل الارقام اللي ممكن تتكلم عليها كشغل كابتن رضا بره الملعب، انما جوه الملعب لا الفرقه فاضيه تماما، الفرقه مش محتاجه كابتن رضا، الفرقه محتاجه معجزه من السماء، لان الموضوع بالنسبه لهم ضايع تماما، حتى لو كابتن رضا بيلعب 4-1-4-1 وبيحاول ان هو يهاجم الزمالك من ناحيه الشمال، ناحيه الشمال بتاع الزمالك بتلاقي برضه لسه كاسونجو كابونجو ممكن يلعب طرف، اللي هو يا جماعه طب ازاي طيب؟ بتلعب 4-1-4-1 علشان خاطر فرجاني ساسي غايب، وبتحط احمد سيد زيزو شويه جنب اوباما وراهم طارق، وشويه بتنزل اسلام جابر وزيزو يبقى طرف، بس برضه ما كانش فيه اي شغل تكتيكي باين ان انت الفرقه بتعرف تطلع جمل توصل بيها للمرمى، برضه الفرقه بتعاني مع انك بتلعب طنطا، الموضوع بالنسبه لك ممكن يكون مريح تماما، وفرقه زي طنطا النهارده ممكن تدوس على وش الدور الاول والثاني والثالث والرابع عادي، انما فجاه لا تطلع بقى ان انا استنى في احمد فهمي هيعمل جبهه ورا عبد الله جمعه، طب ليه؟ الموضوع بسيط تماما، انت اعلى من طنطا بمراحل، حتى اللعيبه بتاعتك ضايعه جوه الملعب بس انت اعلى من طنطا، فليه بتخلي فرق معلش يعني بتكون اقل منك بكتير بتخش معاك في الجيم على خاطر اللعيبه بتاعتك بتتدلع في الملعب، واحد زي يوسف اوباما احترامي ان هو كابتن الفرقه بس الراجل ضمن مكانه بطريقه اوفر قوي جوه الملعب، يعني الراجل ما عندوش حماس ولا عنده حتى ريحه ان هو يبقى قائد جوه الملعب ويسخن اللعيبه علشان خاطر نجيب الهدف الاول وبعد كده نفوق علشان خاطر نجيب الثاني، ولا ان الزمالك عمل شوط فيه مشاكل كتيره قوي وفجاه تلاقي ان الناس كلها بتطالب بضرب الجزاء علشان خاطر المدافع قلص والكره ما جاتش في ايده، فلا يا جماعه نقعد نعترض بقى ونتكلم على التحكيم ظلم وفجاه تتعادل الكره 6-7 مرات والكره ما جاتش في ايد الراجل لو وشه خبطت هنا يعني خبطت في قصبه رجله، بس عادي قلنا تمام مفيش اي مشكله لحد ما جت النقطه بتاعت ضربه الجزاء الزمالك، ولو انت بقى عايز تتكلم على الفار وعايز تتكلم على التحكيم اتكلم على حارس المرمى خد خطوتين زياده قدام الخط علشان خاطر وصول ضربه الجزاء، هتقول لي بقى يعني بتحصل؟ لا ما في العالم كله الجول لو بياخد خطوه واحده بس بالرجل الثابته على الخط الكره بتتعاد، انما احنا عندنا هنا في مصر القوانين القديمه لسه زي ما هي، حارس المرمى ما بنقعدش نشوف الكره تتعاد ولا ما تتعادش، صد الكره من خارج الخط ولا ما صدهاش من خارج الخط، مش هنقعد احنا نرجع للفار في الحاجات دي، لو انت بقى عايز تتكلم في التحكيم وعايز تتكلم في تطوير المنظومه والكلام ده ندور على القوانين الجديده، وان احنا يا جماعه والله العظيم موضوع الست ارض والحارس اللي بيتلبس في الست ارض ده اتلغى بقاله سنتين، لا احنا هنفضل مكملين بنفس القوانين هي. خش الشوط الثاني بقى وفجاه بنلاقي ان اخيرا كابتن طارق يحيى صحي وقرر ان هو ينزل اشرف بن شرقي. تغييرات اشرف بن شرقي كويسه جدا، خصوصا يعني اشرف بن شرقي من الناس اللي بيكون عندها روح جوه الملعب ومن الناس اللي بتدي الفرقه افضليه جوه الملعب فنيه، فجاه بتلاقي ان الموضوع بدا ياخد نصابه طبيعي وبتلاقي ان طنطا رجعت مناطقها، حتى لو هم كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا ضغط عالي بس بدنيا الفرقه مش قادره تعمل ضغط عالي، عملت الكلام ده اول ربع ساعه في الشوط الاول بس انهارت تماما وضاعت تماما،
في الضغط العالي بتاعها ما قدرتش ان هي تكمل اي حاجه، ودخلوا الشوط الثاني مش قادرين، ويقدر محمود علاء يجيب الهدف الاول، والفكره بتبقى سهله جدا. يلا يا جماعه بقى نجيب الهدف الثاني ونجيب الهدف الثالث ونخلص المباراه. لا، اللقاء بيفضل هادي، اللقاء بيفضل بارد، اللقاء بيفضل رخم جدا، لحد ما تلاقي ان كابتن احمد العدو برده حصل ضربه جزاء للزمالك، وبيقدر محمود علاء يسددها بطريقه ولا اروع، طريقه فرجاني ساسي اللي بتمنى له ان هو يرجع من الغياب علشان خاطر نستمتع بفرجاني ساسي اللي احنا كنا عارفينه ايام كريستيان جروس، واتمنى ان انا ما اشوفش فرجاني ساسي بتاع باتريس كالترون علشان الموضوع فيه كلام كتير قوي. وبتخلص على الهدف الثاني، خلصت بقى جبت الهدف الثاني يا عم، يلا بقى نجيب الثالث والرابع. لا، هنعمل بقى شويه تغييرات، وكابتن طارق عايز يحط التاتش بتاعه، وننزل كريم بامبو، وننزل اسامه فيصل، ولا يا جماعه انزلوا اعملوا اي حاجه. سين من الفرص اللي لقيت الزمالك عمال يضيعها، كريم بامبو لسه ضايع تماما، مش عارف يرجع شخصيته، ولا عارف يجيب اهداف، ولا عارف يصنع اهداف، والراجل خايف وبيفكر في العروض اللي هتجيلي، ولا همشي للزمالك بطريقه عامله ازاي، وفجاه بتلاقي الزمالك لابس هدف من ضربه ركنيه في الدقيقه 89. طيب يا جماعه كويس، هنرجع بقى نقف على رجلينا. لا، هو برده نفس الخوف ونفس المشاكل، هي لحد بيقدر كابتن امام عاشور ان هو يجيب الهدف الثالث، علشان خاطر تقعد تسال نفسك هو الحكم صفر قبل الهدف الثالث ولا ما صفرش، وكابتن احمد العدوي مدى جديه شخصيته ومدى قوه شخصيته، ولا انت قوه شخصيه على اللعيبه الضعيفه وشخصيتك بتقوي قدام بس علشان خاطر الفرقه دي بتكون ضعيفه. ما عنديش مانع ان طنطا فريق سيء وفريق يستاهل 5 أو 6 أو 7، بس ما عنديش مانع برضو ان انت ما تقعدش تتكلم على ان التحكيم بيظلم الزمالك بس وما بيظلمش الفرق كلها، علشان انا قلت لك الموضوع ده بقالي فتره طويله، التحكيم المصري سيء ما بيظلمش الاهلي ولا الزمالك، هم الحكام شخصيتهم ضعيفه وناس اساسا بيشتغلوا في منظومه كلها عك، فطبيعي ان هم يعكوا. الفكره كلها لو حبيت تطبل لكابتن طارق يحيى ونادي الزمالك بعد المباراه، افتكر انك بتلعب طنطا، افتكر انك بتلعب صاحب المركز الاخير، هتقول لي ما انت خسرت قدام اسوان، دي كانت نكسه من كابتن طارق وكانت نكسه من الفريق، ما ينفعش انك تفضل تكررها فتره طويله. لو استنى ان انا اطبل للزمالك اقول لك اللعيب عمل اداء ممتاز وطريقه ولا اروع، برضه هو لسه الناس الاعتماد على ان احنا بنلعب على غلطه مصطفى محمد، والشغل ده هو. اتمنى الزمالك يجيب مدرب بكره الصبح، علشان خاطر كابتن طارق لو قعد لحد مباراه سموحه الزمالك هيطلع مكاس، عشان خاطر اللعيبه دي ما بتحترمش كابتن طارق، واللعيبه دي ما بتخافش من كابتن طارق، واللعيبه الزمالك الحاليه محتاجه مدرب يخوفها علشان خاطر تلعب مع كوره. غير كده ما عندناش حاجه نتكلم فيها في المباراه، ولا عندنا اي حاجه نتكلم فيها.